بكم إلى موجز أخبار الآن. اشتبكت القوات العراقية مع مقاتلين من تنظيم داعش يتحصنون في المدينة القديمة بالموصل اليوم بعد أكثر من 36 ساعة من إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي النصر على الإرهابيين في معقلهم بالعراق. ومثل إعلان العبادي النصر على التنظيم في الموصل يوم الاثنين أكبر هزيمة لداعش منذ إعلان داعش خلافته قبل 3 سنوات، لكن لا تزال هناك جيوب غير مؤمنة في الموصل ولحقت أضرار كبيرة بالمدينة بعد قتال دام نحو 9 أشهر. يلتقي ممثلون على التحالف الدولي لمحاربة داعش في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن لبلورة استراتيجية جديدة تسمح بتسريع وتيرة المعركة مع التنظيم تمهيدا لحسمها. الاجتماعات تدوم 3 أيام، تبدأ باستعراض المعطيات الأخيرة في الموصل والبناء عليها من أجل تحقيق انتصار طويل الأمد على المستوى الاقتصادي والإعلامي والعسكري والتعامل مع قضية المقاتلين الأجانب. أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم أنها وجهت رسالة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن ترويج قناة الجزيرة القطرية المستمر للفكر المتطرف، قائلة إن حرية التعبير لا يمكن استخدامها للترويج للخطاب المتطرف. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش وجه الأحد الماضي رسالة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ردا على الإحاطة الإعلامية التي أدلى بها المتحدث باسم المفوض بشأن طلب حكومات بإغلاق شبكة الجزيرة. أعلنت وكالة الاستخبارات الأفغانية اليوم عن إلقاء القبض على خلية تابعة لشبكة حقاني كانت تخطط لتنفيذ اعتداءات إرهابية في شرق البلاد. وأفادت رئاسة الأمن الوطني الأفغاني في بيان بأن الخلية مكونة من 7 أفراد اعتقلوا في مدينة غاردز مركز ولاية باكتيا. قال المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن اليمن لا تشهد أزمة واحدة وإنما تشهد مجموعة من الأزمات المتعددة. وأضاف ولد الشيخ أن الوضع الإنساني المتدهور والجوع والكوليرا وغيرها تؤثر على أكثر من 20 مليون، وهذا التأثير سيبقى حتى بعد الحرب. وأوضح ولد الشيخ أحمد خلال جلسة لمجلس الأمن عن اليمن أن استهداف السفن في ميناء المخا يشكل خطرا على حركة الملاحة في مضيق باب المندب، كما من شأنه أن يؤثر على وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.